إلى التغريدة التالية من منصة وزارة التجارة وموضوع التجارة الإلكترونية والعروض الوهمية في تغريدة مهمة جدا للمتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة. حجبت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين خالفا نظام التجارة الإلكترونية. مخالفة الأول تأخير تسليم 329 طلب شراء بقيمة 700,000 ريال، ومخالفة الثاني تقديم عروض وهمية على أجهزة الهواتف الذكية. سيتم ضبط المخالفات وفق نظام التجارة الإلكترونية ومتابعة تسليم الطلبات المتأخرة للمستهلكين. هذا الاهتمام الكبير من وزارة التجارة يخلينا فعلا مطمئنين دائما، لأن حقوق المستهلك في محل حرص وعناية، وهذا لا يعني أبدا أن دورنا هنا وقف، لا بالعكس. إذا شفتوا أي تأخير من هذه المنصات أو أي عروض وهمية ما شفتوا منها أي نتيجة، فلا تترددوا أبدا وتسارعوا بالإبلاغ عن هذه المتاجر لوزارة التجارة. وعلى طول في نفس الوقت وزارة التجارة راح تباشر العمل وفرض العقوبات بحقهم. الله، والله شيء جميل جدا. خلونا نروح مع بعض إلى التغريدة التالية من حساب عبد الله البندر على منصة تويتر، واللي نعى فيها الإعلامي الراحل أستاذ فهد الحمود. كان خبر رحيله طبعا حديث الناس جميعا يوم أمس، برز اسمه بهدوء حتى أصبح قريبا من أنفس الناس. خلونا نتابع مع بعض هذا المقطع وارجع لكم. يعني يمكن أصل تجربتي الشخصية في عملي في التلفزيون، الحمد لله بكل الرضا ولله الحمد، أديت وظيفتي بكل أمانة، وأديت المرحلة اللي عشتها بالتلفزيون بكل حرص واهتمام. هذا الحمد لله اللي أشكر الله سبحانه وتعالى عليه. تقييمي أنا هذا عند الناس وليس يعني عندي، أني أقيم نفسي. كل إنسان يتمنى محبة الناس، وأتمنى أني عشت هالسنين 33 سنة وأنا قريب من أنفس الناس، وكما يقول اللبناني مهضوم، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله والسداد. هذا المقطع كان جزء من مقابلة الأستاذ فهد الحمود لبرنامج وينك، ونحن أكيد يعني خالص العزاء لأهلي ولذويه ولنا جميعا في رحيل هذا الهرم، أحد أهم رجال الإعلام اللي فعلا كانوا قريبين كثير من المجتمع. إلى التغريدة الرابعة من حساب الوثائقية، واللي نشر فيها مقطع عجيب يمكن نشوفه لأول مرة مع بعض. خلوني أقرأ لكم التغريدة قبل ما نشوف هذا المقطع. يمكن للمياه المتدفقة تحت الأنهار الجليدية أن تخلق كهوفا جليدية رائعة. تم تصوير هذا في أيسلندا من قبل المصور يوري بيلوغروشي. يعني إحنا أحياناً قد ما نروح بخيالنا ما نقدر أبداً نوصل لكل شيء. المنظر هذا اللي نشوفه الآن في جمال مو طبيعي وما قد شفناه يمكن قبل كذا أبداً. تخيلوا بس درجة الحرارة كيف راح تكون في هذا المكان. الشعور يمكن أول مرة نحس فيه، مجرد أني يعني قاعد أوصف المنظر فعلا حسيتني بردانة يا جماعة، ولا هو الاستديو بارد ولا ايش الموضوع، ولكن دائما وابدا نقول سبحان الله الخالق. روعه 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 المنظر. نروح لاخر تغريداتنا وليلي اليوم في حاله فنيه فريده جدا راح نعيشها في هذه التغريده من حساب سكرين مكس. لوحه فنيه عبقريه للخطاط السعودي ناصر السالم، كتب فيها جمله الحديث النبوي: انما الاعمال بالنيات بدون حروف، ليقول ان الانسان لا يرى غير الظاهر، وان النيات لا يمكن رؤيتها لأنها مخفية في قلوب أصحابها. حلو لما يكون في عمق فني في المعاني. يعني أنا أتحدى أي شخص ممكن يشوف هذه اللوحة الفنية ويعرف أن المقصود بها هو الحديث النبوي إنما الأعمال بالنيات،
ولكن صراحة الصورة وضحت، شكرا للفنان أكيد ناصر السالم، صورة عميقة جدا والمعنى أيضا أعمق، فحبيت الفكرة تظهر أكيد الإنسان لا يرى غير الظاهر، ولكن النيات لا يمكن رؤيتها لأنها مخفية، فهذا الشيء اللي حاول أن الفنان يجسده في هذا العمل الفني الفريد من نوعه. هذه كانت آخر تغريداتنا لليوم، لكن أكيد مستمرين معاكم، وبعد الفاصل مشاريع الشباب الطها منافسات تستحق الدعم.